أهلا وسهلا مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج تفاصيل الأسبوعي اللي رح نطرح فيها موضوع العقوبات على حزب الله. فتحت الإدارة الأمريكية باب جديد من خلال فرض عقوبات على حزب الله بتهمة تمويل الإرهاب بهدف تقليص موارده المالية وتضييق الخناق عليه اقتصادياً، وتزامن فرض هالعقوبات انضمام دول خليجية لاتهام حزب الله بتمويل الإرهاب. فشو هي هالعقوبات وكيف تسلسلت؟ منتابع مع تقرير للزميلة رشا زغريني. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عدة عقوبات جديدة على حزب الله، وكشفت وزارة الخزينة الأمريكية أن العقوبات الجديدة بتستهدف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وأربع أفراد تانيين. من جهتها صنفت السعودية 10 أسماء منهم 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله بقائمة الإرهاب، وهن نصر الله، قاسم، محمد يزبك، حسين خليل وابراهيم امين السيد، وبينضاف عليهم 5 اسماء وشركات لارتباطهم بانشطه داعمه للحزب، وهن طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعه سبكترم الطايف، حسين ابراهيمي، وشركه ماهر للتجاره والمقاولات. أمريكا والسعودية لاحقون البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، الإمارات، وصنفوا الحزب على قائمة الإرهاب. بهذا الإطار أيد وزير الاستخبارات الإسرائيلي ياسرائيل كاتس العقوبات، وقال أنه فرض العقوبات الأمريكية على نصر الله وانضمام دول الخليج لحظة تأسيسية وهو أمر جيد، وأشار إلى أن العقوبات على حزب الله بتأسس لكبح إيران وتجريد حزب الله من سلاحه. كشفت مصادر للنشرة أن العقوبات على قيادات الصف الأول بحزب الله ما رح تأثر على حياتهم ولا على عملهم، لأن الحزب خارج النظام المصرفي اللبناني والدولي. فشو رح تكون التأثيرات على الحزب؟ منتابع باتصال للزميلة نور سليمان. بعد العقوبات الجديدة اللي تم فرضها على كوادر بحزب الله، حاولنا التواصل مع شخصيات بالحزب لنعرف أكثر عن رأيهم بتوقيت هالعقوبات ومين السبب بفرضها وكيف ممكن تأثر على الحزب، إلا أنه القيادة بالحزب متخذ قرار بعدم التصريح رسمياً بهذا الشأن، بانتظار صدور بيان رسمي عن الحزب أو أنه يتطرق السيد حسن نصر الله للموضوع بخطابه المقبل. سبق واستهدفت عقوبات اقتصادية شركات تابعة لحزب الله بس ما تأثرت وكفت الشغل بشكل طبيعي، ومنذكر هون رجل الأعمال قاسم حجاج اللي كفى شغله بين لبنان وأفريقيا. فأديها العقوبات رح تأثر على الحزب تحديداً وشو رح تأثر على الوضع الاقتصادي بلبنان؟ منتابع بمقابلة مع رئيس التحرير موقع الاقتصاد كوثر حنبوري. بالنسبة للعقوبات هي يعني بتدخل بخانة سياسية أكثر منها بالخانة الاقتصادية، يعني وإجيت من بعد قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي كأنها تكملة لها، بمعنى أنها كانت متوقعة نوعا ما، يعني ما كتير تفاجأنا، وخصوصا أنه منا أول مرة يعني بيعملوا عقوبات على حزب الله. هلا بالنسبة للتداعيات أو للتأثير، هلا مثل ما صار معروف أنه حزب الله ما تأثر بكل أركانه، يعني ما تأثر لا أول شيء لأنه أموال حزب الله منا عم تجي إلى لبنان عبر المصارف، وثانيا لأنه الشركات والأسماء اللي انذكرت قبل ونعمل عليها عقوبات كمان ما تأثرت، يعني لاحظنا أنه في كتير منهم بعدهم عم يشتغلوا عادي، فمشان هيك ما حسيت أنه تأثيرها كتير كبير. هلا المصارف اللبنانية نحن عنا مثل ما بنعرف قطاع مصرف كتير متين كتير قوي، الليرة اللبنانية مستقرة وما في خوف على المصارف اللبنانية لأن يعني عندها أعلى درجات الامتثال وبتطبق القانون الأمريكي وبتطبق القوانين الدولية والمعايير الدولية بالعمل المصرفي، يعني نحن يشهد لها مشهود لها المصارف اللبنانية، من هون انه ما في خوف على المصارف اللبنانيه. هلا على الاقتصاد كاقتصاد التاثير ما بيكون مباشر، اذا بده يصير في تاثير ما بيكون مباشر على لبنان، بيكون ربما بشكل غير مباشر، بمعنى انه الاستثمارات، الجو الاستثماري العام ممكن يخف، هو اصلا خف يعني قبل ما يصير هيك، لانه
هو الغموض، هيدي الأجواء الغموض والقلق وهيك بتأثر على المستثمر، بتأثر كمان على هلأ في تأثير يمكن يكون من دول الخليج، لأن دول الخليج في عنا كتير لبنانية بيشتغلوا فيها وهن كتير عم بيطبقوا هالعقوبات وعم يروحوا وعم يتشددوا فيها وعم يروحوا للآخر. ففي تخوف ربما ما يكون مظبوط، في تخوف أنه يا يصير في مضايقات للبنانيين اللي بيشتغلوا بالخليج أو أنه تخف التحويلات اللي بتجي على لبنان، اللي نحنا كتير الاقتصاد اللبناني بيعول عليها على هالتحويلات. بموقع الاقتصاد أجرينا استطلاع وعملنا مقابلات مع خبراء اقتصاديين وكانوا الكل مجمعين على أنه ما في خوف، بس الاقتصاد اللبناني عموماً لأنه عنده مشاكل بالمديونية العالية، عنده مشاكل بالميزان التجاري، عنده مشاكل بالفائض الأولي، مشان هيك معرض. ولكن يلي الفكرة بدي وصلها أنه نحن بلبنان عنا القدرة على احتواء أي تداعيات ممكن أنه تجي على لبنان جراء انسحاب الولايات المتحدة أو جراء العقوبات اللي فرضت على حزب الله. كشف وزير إسرائيلي إنه العقوبات على حزب الله بتأسس لكبح إيران، وبنذكر إنه الخطوة الأولى اللي قامت فيها الإدارة الأمريكية بهالإطار هي الانسحاب من الاتفاق النووي، فهل الخطوة الثانية هي إضعاف حزب الله؟ وشو الرسالة اللي بدها توصلها للعالم وللبنان تحديداً؟ منتابع بمقابلة للزميل محمد زهوي. هي العقوبات دورة يعني نوع من ضغط على هالقوة المتصاعدة لحزب الله يلي قدر يكسبها إن كان بالمنطقة أو إن كان بالانتخابات، حتى ما يتمادى أو حتى ما يأخذ حصة أكثر بالتركيبة اللبنانية، حتى تكون يمكن ورقة ضغط بإيد الأمريكان، بإيد أعدائه، بإيد القوى الثانية اللي بدها تحجمه بلبنان. ملفت أنه كانت العقوبات ضد شخصيات أساسية ومؤثرة داخل حزب الله، بس ولكن مش هي الواجهة السياسية تبعه. أنا برأيي هي رمزية ما قلب فعلية على الأرض ولا تؤثر على تشكيلة الحكومة. بده يسعى حزب الله رداً على هذه العقوبات أنه يعزز دوره ومشاركته داخل الحكومة مشان حتى يحسن وضعه السياسي، وما عاد فيه عناصر ضغط على حزب الله بالداخل أنه ما حدا عم بيتصدى له بشكل قوي، وما عاد في عنده أخصام أو قوى بتقدر تلغيه أو تقدر تحدد له من نفوذه. من هون أحياناً بتجي أمريكا بتعطي بعض الوراء لهذه القوى حتى تقدر يكون عندها قدرة على الضغط والتأثير للتوصل إلى حلول أو لتسوية. كل هذه بتكون وراء ضاغطة على الحزب بشكل مباشر أو غير مباشر أو بطال يمكن البيئة تبعه من أجل جره أو الضغط عليه أو احتوائه حتى ما يبالغ بالحصة أو بالدار أو بالتأثير اللي بده إياه. الأنظار متجهة اليوم للجلسة الأولى لمجلس النواب لبدء الحديث عن الحكومة، فهل هالعقوبات رح تأثر على تشكيل الحكومة أو رح تكون مثل سابقاتها وما تعمل فرق؟ وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج تفاصيل لليوم. تحية لكم مني أنا ستيفاني راضي ومن المخرج حسين هزيمة. إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع حابين نطرحها عملوا كومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك.